أشهر المضاعفات، يعني إيه أشهر المضاعفات اللي بتبقى للذبحة الصدرية؟ أشهر مضاعفات الذبحة الصدرية النوبات القلبية المستمرة. المريض طبعا بيدخل ما بين كل مرة والتانية في ذبحة صدرية. الذبحة الصدرية دي تؤدي إلى ضعف في عضلة القلب وعدم انتظام وضربات عدم انتظام وخلل في ضربات القلب، فيبدأ المريض يدخل في نوبات قلبية مستمرة. تحول الذبحة الصدرية المستقرة إلى ذبحة صدرية غير مستقرة. المريض مش ماشي على برنامج العلاج اللي الدكتور ممشيه عليه. مش بيتابع قلبه ولا بيعمل الفحوصات الدورية للاطمئنان على صحة القلب والشرايين التاجية. المريض حياته بتزداد سوء أكتر من الأول، فبالتالي الذبحة تتحول من ذبحة مستقرة إلى ذبحة غير مستقرة. في حالة يعني بعد كده المريض ممكن يدخل في جلطة في الشريان التاجي، ودي جلطة القلب وده طبعا قاتلة. تمام، يعني حضرتك حابب توضح ان الذبحه الصدريه لو ما اتعالجتش ممكن تسبب لك مرض في القلب، تسبب لانك امراض انت ما عالجتش الذبحه الصدريه. هي طالما مستقره نحاول على قد ما نقدر ان هي تخليها مستقره والعيان ياخد العلاج ونبقى مطمنين عليه وما فيش فيه اي مشكله. تمام. في حاله تسمى مرض احصار القلب او الاحصار الاذيني البطيني، اللي هو بيبقى فيه يعني ممانعه بين التوصيل الكهربي بين الاذين والبطين، فده طبعا مرض خطير ومن ضمن مضاعفات الذبحه الصدريه. تمام. هو يا دكتور انا بصراحه بحاول يعني اخد قدر اكبر قدر ممكن من المعلومات لان الوقت يعني شبه انتهى، فعايز حضرتك